كونجي، ما لقيناش البديل، في كورونا بانت كلشي. خدموا بينا 12 عام 13 عام، استنزفونا في كورونا، قلنا خلصوا على ولادكم وخرجوا، ولا بغيتوا تخلصوا شوفوا كي ديروا. الهضره اللي بغيت نقول اليوم ولا الميساج اللي بغيت نوصل لوزير التعليم، فبهذا المعنى كنقول له راجع الامور ديالك، الله يجازيك بخير. احنا راه طلبه قرينا وحفينا، ولكن ظروفنا ما ساهمتش اننا يعني تكون عندنا 30 عام تكون عندنا 29 8. انا عندي 35 عام مثلا، ولا عندي 36 عام، واش ننتحر واش نموت؟ انا تنطالب بحق المشروع اللي هو حق داك ندوز الامتحان، ما طلبت لا توظيف لا حتى شي حاجه. انا في بلاد ديمقراطيه كما كتقولوا، فحتى انا ديمقراطيه في ارائي وديمقراطيه في تفكيري. دونك بغيت حقي انني ندوز فرصتي بانني ندوز الامتحان ديالي. عندي اكثر من 30 عام، خايضه الباك ديالي في 2007، خايضه لا ليسونس ديالي حتى هي، درت لا ليسونس واحده اخرى باش نجددها. يعني راه حنا حفينا وجرينا باش نديروا هادشي من اجل هذيك البوابه اللي بانت لينا. نهار بان لينا داك التعليم التعاقدي قلنا نتمنى من الله الفرصه ديالنا كما جميع الناس، فما يحرمناش منها، وهذا حق وما ضاع حق من ورائه طالب. وانا بعدا شخصيا مستعد، انا بقى ناضر وخا تناضل بوحدي، لانه حقي هذاك، راه ما عندناش فين نهربوا. كنا نطلعوا على قبل الانشقاء وتحديد السن. اول حاجه تحديد السن كمعيار، بعدا راه قرار، بعدا اول قرار غبي واد، ان كاين الناس هنا في القطاع الخاص عندهم 30 سنه 50 هما في القطاع الخاص، يعني عندهم من التجارب يعني بزاف. دونك اصلا في القانون 45 سنه بالنسبه للوظيفه العموميه، ماشي 30 سنه. بالنسبه للانشقاء لحساب النقط، اول حاجه نقطه ديال البكالوريا. علاش النقطة ديال الباكالوريا؟ الإنسان في الباكالوريا ماشي واحد في لافاك، راه كاين بزاف ديال الحوايج كيتغيروا. ثاني حاجة بالنسبة للنقطة ديال ليسونس، علاش جيتي النقطة ديال ليسونس؟ كاين ناس أكفاء اللي جايبين النقط في الكلية بعدة الطرق بلا ما ندخلوا في الحيتيات، راه الفضيحة اللي كانت في 16. وبزاف كاين جامعات اللي كيفرقوا النقط، وكاين جامعات اللي لا مزيرين، كاين فرق بزاف ديال الحوايج. دونك وكاين واحد عنده 16 راه ماشي بالضروره انه كفء، لا قدر تلقى واحد عنده 10 في ليسونس وكفء عليه، كيعرف يوصل احسن منه، كيعرف بزاف د الحوايج. يعني حيت هي المهنه التدريس راه موهبه، راه واش كتعرف توصلها ولا لا، راه كاين فرق. وانهم يديروا لنا تكافؤ الفرص، وحيدوا لنا سميتو، حيدوا لنا هذا الانشقاء وتحديد السن، وخليوا تكافؤ الفرص كل شيء. ولا كان اصحاب العلوم التربيه كيقول لك لا حنايا حنا ندوزو نيشان، واش تعرف انك تكافؤ؟ صحاب علوم التربيه قالت لي واحد السيد قبيله، كتعرف واحد السيد من العائله كتجيب لها الحقيقه بالتأم بصوته. حنا راه كاينين الناس في الكليات شعراء وادباء وجايب 10، اشناهو تقارن هذاك مع هذاك؟ المعارف ما كانش، ما عمرها كانت المعرفه انها معيار، المعرف سميتو ذاك النقطه ماشي معيار.